طلبنا من ضيف اليوم حضور اجتماع بالمجمع، ولكن رتبنا له شيء أكبر. نبتدي بلوحة الأبطال. دخلوا الأجياس. الحين البالونات. داخل الحين عربات التسوق. البنر. أعزائنا الزوار، ننوه عن وجود بطل بيننا الآن. كان ممكن يختار الطريق الأسهل ويستسلم، لكن اختار الصعب. مر بالكثير من التحديات وتجاوزها بكل جدارة. أيمن الحدي، البطل الرياضي اللي رفع اسم البحرين عالميا، والأب المثالي الملهم لعياله ولكل أقرانه من ذوي العزيمة. أيمن شخصية حبوبة جداً، لطيف، يحب يضحك، يحب يغير جو للجماعة كامل. يعني حبوب، طيب، العصبية أبد مو من نوعه، دائم يحب المزح. أبوي من بداية ولادته كان معاق إنزين، وكان لا يتحرك ولا يقدر يأكل ولا يقدر يشرب. ودوا مدرسة المعاقين. عقب فترة تعرف على صديق هو اللي خلاه يلعب في النادي، قال لنا يلعبون رياضة. ويابو في 94 يابو لي الملعب، شفت حالته كانت يعني حالة صعبة، ويابته أمه يعني شبه شايلته، يعني عضدته من يده وما يمشي زين، وكانت يعني تقلصات عضلية شديدة، هو من فئة الشلل الدماغي. قعدنا على كرسي خاص ما يسمونه كرسي رمي، وربطنا على الكرسي عشان الأمن والسلامة، ويود الأداء طيح من يده. طبيعة هذه الإعاقة تكون يعني إعاقة لا إرادية، بحيث أن تطلع إشارات من المخ تعطي الأعصاب والعضلات أن هي تظل في وضعية معينة. تطورت عند القدرات الحركية والمرونة في الحوض وفي الأطراف، يعني بعد جهد من وياه وهو تعب. يعني الرياضة ساعدته أنه هو يقدر يوقف، يقدر يمشي. أيمن كان عنده من داخله تحس روح عزيمة، روح أنه هو يبي يثبت أنه أنا موجود. كان صغير كان شغوف في الرياضة، وكان دائم يبي يطمح أنه يفعل شيء حق البحرين، يبي يراوي الناس أن الإعاقة اللي فيه مو شيء سلبي. عقب فترة ودوا بطولة وحقق يعني إنجازات في البطولة، ويوب ميداليات، يوب ذهبية، برونز. أبوي بطل مشهور، ما يحتاج أنا أتكلم عنه، كفاية أن الفخر اللي سواه لنا في البيت وأنجز حق البحرين، لأجل البحرين. دائم من اللي يحب أنه يكون موطنه والمكان اللي يسكن فيه رقم واحد غير عن الكل. على مستوى الخليج كل بطولات شارك فيها طلع الأول. في 98
هي بطولة خاصة بذوي الشلل الدماغي، بطولة عالمية، فرحنا وشارك هناك، والمفاجأة أنه حقق بطولة العالم. قامت تزيد إنجازاته ونشوفه يلعب زيادة، ونحن إحنا نفتخر فيه أنه هو قاعد يلعب، أنه مو بنا يابنا وقال خلاص أنا بوقف لعب ما بلعب، لا بالعكس هاي شيء ما أثر فيه. الشيء الحلو فيه أنه هو دايما يدعم الناس اللي معاه، يشجعهم، يوقف وياهم ويساندهم، فهو صاير يعني سبورت حق الكل، مو بس يعني كلاعب، كان يساند كل الموجودين. والله أتعلم من أيمن إنه يعطيني رسالة في الحياة، إنه قد ما إن أنا أعطي بعد فيني طاقة إني أعطي أكثر. أي أنا أحب أيمن وايد، والصراحة يعني مثل الشكر في الاتحاد، يعني دائما هو إيه ومثل الشكر في الاتحاد، يعني وجوده يعني يثبت وجوده، يعني ما لو ما عنده وجود ما يقدر يلعب دور. أيمن في الفترة الأخيرة انتقل من أنه لاعب إلى أنه مدرب، فقام وقام يدربني أنا في الملعب، وقام يعطينا تمرين، وقام يعطينا أشياء جديدة عشان نطور من روحنا. فخورة في وايد، وباتم فخورة طول عمري، لأن أبوي معاق ومعيشني حياة، عايشني كأنه هو أب طبيعي، ما في شيء. كبطل وكإنسان، هذا هو أيمن. أيمن أنت شخص وايد أفتخر فيه، أنا وعدك أن أنا موجودة معك ومساندتك في كل قرار تأخذه في حياتك، وإن شاء الله أشوفك من أحسن لأحسن. أيمن أنت لاعب قديم في الاتحاد من 94، وأنت قدرت تتخطى كل هاي الحواجز، وما شاء الله الله فاتح عليك بالخير، والله يفتح عليك بالخير إن شاء الله. يبا أنت ما خليت علينا حاجة وقصرت فيها، بالعكس رويتنا أن أنت تقدر وتستطيع، وكل من يقدر ويستطيع. يبا أنت قدوتي وأنت بطلي بأبسط الأشياء اللي تسويها، منك يا يبا تعلمنا أن النجاح معنا مع كل هدف تحققه، وأنا وايد فخورة فيك يا يبا، وبتم طول عمري فخورة فيك يا يبا. يبا حاب أقول لك كلمة شكر، إنك ما قصرت في حقنا في ولا شيء، وعلمتنا على الطيب، يا جعل دمعت عينك ما تطيح، وأنا فخورة فيك وايد، وأنت بطل، ولو كلمات الطيب كلها بقولها ما تفني في حقك يا يبا. أيمن هني فخورين فيك، أنت زوجي وعيالي، وأنت ما قصرت يانا، وفخورين أنت. وهيشتنا أحسن أي شيء، وأنا وأيالي ما قصرت، أنت كفو، أنت ما قصرت. أيمن أنت كفو، أيمن أنت كفو، أيمن أنت كفو، يبا أنت كفو، يبا أنت كفو، يبا أنت كفو. السر في أيمن كان إيمان بنفسه وبقدراته، تحدى أصعب الظروف وسخر شغفه لخدمة ديرته وعيال ديرته، وصار نعم الأبو والبطل والقدوة. أيمن أنت كفو.